هذا الإنسان دخل هذا الباب، عاش بكنفي رحمة الله عز وجل، ما هو حاله؟ هذا دخل جنة الدنيا قبل الآخرة. هذا سيعيش حياة الإيمان، حياة الاطمئنان، حياة الاستقرار، سيعيش آمنا في الدنيا، وسيبشر بالجنة في سكرات موته، وسيكون قبره روضة من رياض الجنان، وسيكون يوم القيامة آمن من فزع الله ومن عذاب الله، ويؤتى كتابه بيمينه. هذا الذي يدخل مع هذا الباب، الله سبحانه وتعالى في السماء ينادي باسمه. لنفرض يا شيخ علي الآن مشاهد أو مشاهدة، الآن هو يسمع هذا الكلام، قرر هذا القرار الشجاع، يريد التوبة، يريد الإنابة، يريد الإقبال على الله. هذا التائب وهذه التائبة لهم بشارة. ما هي هذه البشارة؟ أن الله سينادي في السماء باسمه أو باسمها، يا جبريل إني أحب فلان أو فلانة فأحبها أو فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان فأحبوهم، والله أكبر، فيحبهم من في السماء جميعا ويوضع لهم القبول في الأرض. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أنهم عصوا الله سنين، الله، والآن أرادوا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويحبهم الله. ليس بكلامي وإنما كلام من؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول الشاعر يا شاكيا هم الحياة وضيقها. الكثير يشكو الآن من هم الحياة، كثير يشكو هموم غموم. يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. شيخ علي، من السعادة إن احنا الآن سعداء، الحمد لله، والمشاهدين يعني ما أشك إنهم كذلك سعداء لأنهم يسمعون كلام الله، كلام الذي بيده السعادة. الآن نحن يا إخواني يعني كلنا يمكن نص ساعة نذكر الله عز وجل، شعرنا بسعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نص ساعة كيف لو انغمس هذا في طاعة ربه جل وعلا صباح مساء، وأعلنها توبة، عاش حياته كلها وأعلنها توبة لله عز وجل، وكان شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جعل الله له من كل ضيق مخرجا، شنو الشيء اللي ساعد على المخرج؟ قرار شجاع، ذنوب ومعاصي تضحي بها من أجل الله، يستغفر، نعم، ويرجع إلى الله سبحانه. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. أنت طلقت الذنوب والمعاصي وتركتها، أنت رجعت للمسجد وللقرآن، أنت لبست الحجاب من أجل الله، الله، أنت فعلت هذه الأمور من أجل الله، أقسم بمن أحل القسم أن الله سيعوضك ويبدلك ما هو أعظم وخير منها. الله، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. طمأنينة في القلب، بل الله سبحانه وتعالى أقسم في كتاب الكريم لهذا التائب ولهذه التائبة ومن آمنوا وتقربوا بالصالحات أن الله يحييهم حياة طيبة، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
والحياة الطيبة حياة طيبة في الدنيا، حياة طيبة عند الموت، وحياة طيبة في القبر، وحياة طيبة في الحشر، ويوم النشر ويوم أن يقف بين يدي الله.